بكره ميعادنا زي ما هو يا عم الحاج. تمام في الجمعيه. تمام. قول لي ليه؟ عشان نقدم الطلب اللي هيرفعوني مشروع التغيرات المناخيه. خليك مركز معايا امال. تمام 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 يا فراح. ايوه كده. وغير كده يا عمده يعني كلاتنا كده نلم بعضينا سوا سوا ونوحد حياته ونطور المسجد يا عم. ايوه ايوه افهم ماشي. وما تنساش يا عمده اللي بين كل خمس ست زرعات بوابه حديد بدل اثنين وجرف ايه؟ والجرار الكبير بتاع الحكومه اما يجي يقلب الارض مره واحده والليزر هيخليها كلها صور واحد. صح. وما تنسوش ان مشروع التغيرات المناخيه بيأثر على الجو. ايوه يا عمده ده في القمح والذره. لا وايه كمان ده فيه صنف جديد جابوه للقصب حوضه يوصل لاربع متر ومقاوم ضد الحشرات ونسبه السكر فيه عاليه قوي والفدان بيجيب 55 طن.